dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا وانا سلمان أرد ذلك الأسد اللي حد وحن كتشرني عشر ذين عربي قام مراجع هذا ولي واحد نكون حتنا كتابة الألف المقصورة والممتودة قاب كل أخرية وحن قصوا بحناي دمان حروف وحن روح القراء ألف طوال دائرة يا أفر حرف مو يعني أفر تحرف وحي هاين إلى على حتى بلان سأفر تحرف وحل قراءة رفتو ده ألف المقصورة على سورة اليمن غير النقطتين قاب كيادو وأندب على هنا يلو قراءة أفر تحرف انت أفر تحرف كسوها دينا رفتو ده ولا ديريا وهذا فعلك وحنو يقلنا ترادة حروف تو ككوبيه فعلك ما تهاتو سد حرف ليه مطارع عيسى وحل يقلنا مرخ مدارع لقلقو ألفتو هدي ووي سكوب الدشو ألفتو ولقيت ولا ديرينا هدي ألفتو يا إسكوب الدشنا ألفتو وحل قلقو ألف المقصورة على سورة اليا هذه عرفت يسبدل ويدنا ويسيل دسيحة تنا على صورة الياب والجل قرية وأنا أطوف فعل كبطة أفر حرف صد حرف أطوف كبطة أفر حرف ليش أنا حرف للي حرف لا نقضه والجي وحل قرية على صورة الياء أي عرفت القرية بينو ندي اسم كنا وحنوك لقد نسنس ذا صوكلة قيب صد حرف لا مر عرفت سلا ديرين يوم مرنا عرفت س مقصورة لقد جيو هذا صد حرف كبني هاي سجنا أفر حرف ليش أنا حرف يلي حرف يهينا وحن نري ألف تيسا على صورة الياء يباوي لقد لقريا كده نوحن وقليني قيب تقاعدة يينا نؤغنو تشدو الليار مرقاو حكوري ومن خلال هذه التوضيح نصل إلى توضيحا دحتيسا وحن نقارنا الاستنتاج استنتاج نقارنا كو قدك وكوبادة استنتاج هي قدب كلابات أي نوشا كده من تشدو اللي يقلي دونا وعند قدبك كوبات تكتب الألف المقصورة في آخر الكلمة قائمة هكذا ألف مقصورة ده بقول واحد لقرا ألف تا مقصورة لا يبرأ ألف الممدودة يا يدا لا ألف تا واحد لقرا بودي يدو تهجنا ألف القائمة يا لقرا أو على صورة الياء دون النقطتين أما على صورة الياء يا لقرا يا عندب على هين يا لقرا يا لبدأ ألف ويان يذا عند بعالهين الله قرية حسب نوع الكلمة نوع كلمة وياه يوعدد حروفها يحروف تيد وانت تريد وتتاي كتالي سنصص عطا كوه هل كان شدول بالي نوع قرية شدول كاس مركا عدين يا قاب كمركا لو قرية كلمة لو نح قرية مركا نوع الكلمة كلمة نوع يا عدد الحروف حروفها يقع عدد الراعيه صدح لاري مطبخ هل كان شدول كان كشا كان يا كاو نوع كلمة لابا عدد الحروف حروف تتريد هذا كأفرادنا القاعدة قاعدة لو أدي ثنين مركا كلمة نوع على أخرى ككوباد وحوري كلمة نوع عدوى اسم نوع الكلمة مركو اسم يا هاي تريدو ككوبين وثلاثة أحرف تريدي سنوة محي وثلاثة أحرف صد حرف ككوبية هاي حدوها طبعا وحالة قولي نوع كلمة هاي اسم تردي السنو صد حرف هاي قاب كيبا لو قرية قاب كلو قرية مركاواكا قاعدة ايك تكتب الألف المقصورة في بعض الأسماء قائمة ألف تبع لو قرية مقعان تقار كمدة ألف دير وقاب كلو قرية مركا ألف دير وفي بعض الأسماء على سورة الياء القواعد فاتبان ملاينا يا هذه النوع كلمة اسم يهي تردو دنا وصد حرف ككوبين يهي قاعدة واحد قارن إسا ألف تا واحد لقرية لا بقى ميت كود أما ألف دير بال لقرية أما ألف كابن على شكل الياء تصالها نوكله نوع كلمة وأما قاعد بكر بس تصالي سالك إنه كقرنه عيسى إن عفوا عيسى ألقى قرطاب القرى قرى أما فتى قرى ومسا حرف وصد حرف
وقاف يا الراء يا ألف تعود ما يسح واحد وأنا صدق حرف واحد لو قرأ على سورة اليا مركلة صفا صفا أنا وصدق حرف سجنا محل لو قرأ ألف قائمة لا بد قاب يا لو كنا قرأ قاعدة أنا حق قرأ إنه كسر قاعدة أنا وحلقوا كلا قرأنا يوم عشر كيف رأي يجيب يقول نقد نونها إن شاء الله هذا بعد نوع الكلمة اسم يهي تراضنا أيتهاي أكثر من ثلاثة أحرف نمحي إليه نوع الكلمة هو اسم لكن صد حرف وكبدين قاعدة ذو حقارة نساء مرة نوع الكلمة واسم يهي صد حرف لنا وكبدين يهي ولقي قاعدة ذو حلو قرية على سورة الياء دائما ألف تا ألف المقصورة وحلو قرية على سورة الياء دائما ولقي ذو حلو قرية على سورة الياء توصل على وحكو أنو كسر قاعدة كرنا كلمة أما مرعى مصطفى مرعى مصطفى مصطفى وأنا مسح حرف كو رابع هذا آخر وعشان حرف ما راح تقول ما يصدق حرف كبطي ألف تولي قد واحد أقرية على شكل الياء ألف المقصورة وحكم هذا مستشفى وحكم هذا مستشفى مستشفى ثورة ومزح حرف وميمك سينك تاء شينك هذا هي ألف واللي حرف له اللي حرف كم ربط هم مقعو مرق قاب قاس هذا قرصة أفر حرف توي هاي أفر حرف حكم إذا أفر حرف الليلة باكم إذا سو أفر حرف مقعة ليلة وأفر حرف يسقونه مرق عرفت النوع عاس مقعان النوع عاسة محل أقر يولي يسقنا على شكل الياء وأطوح أفر حرف شن حرف له يلي حرف وياهي وحضرت ما ضاعتوا نوع الكلمة وياهي فعل نوع الكلمة هو فعل وأنا تردي سنوا ثلاثة أحرف جدول الكوكبات نوع الكلمة عدد الحروف يقع إذا مركز نوع الكلمة إحنا كصاب إحنا اسمك اسم قوي إحنا نري لبا حرف صد حرف هتو يهي لبا دقاء عيدا يالا كلا قادنا يا مر ألفت ولا ديرين يا مر ألفت ألف المقصورة لقريا ما قو عاتو صد حرف يهينا وحنو نري ولقي وحلو قلي على صورة لي هذا فعل كان ينوك علينا فعل كو قضب كلا بادا وحكويري هاتو صد حرف يهي سديبا لقريا كو تكتب الألف قائمة ألفت وحلو قريا ألفت هاقنا قائمة إذا انقلبت في المضارع عواول مركا المضارع عواوكا تماتو مضارع مركا لو بدلو مركو فعل كسد حرف هي المضارع كدغتا تي الفتي و نقطه الفتي و ديرين قلب كلمه و تكتب الالف على صوره الياء اذا انقلبت في المضارع ياء مركو مضارع لا دغى هدي اي اسكو بدشو يدنا الفتا على صوره الياء بلا قري اما قلب كوتم او بقيت في المضارع الفا مضارع هدي الف اسك سي اهاتنا يدنا واحد قري ولي على صوره الياء توصل يا شيخ وحا كميدا تصالح يا شيخ ذبح حكم ذكوا وأنا سواق هذا الني رجع ومط وماضي وصد حرف ورأي جيم يلف مضارع مركات كذي يسبل عني قريت شيء كذي أرجو أرجو ألفتي واحد يسكت بده شيء وهو بيسكت بده شيء وأنا صد حرف مركات ألفتي ولي قد واحد قري ألفتي هاجد دعابة كم ذا نظابة كم ذا ويا هي هذي مركات مضارع كده كتير ألف تيسكو بده شيء وابسطة سقى سقى مضارع مركات كده كتير يدنا حنا قلنا سه يسقي ألف تي واحد يسكو بده شيء أدب عليه مركات يدنا ولي قد واحد قري على صورة ألف المقصورة وقلب كلبات أو كويري هذا مضارع أي إسكو بدشوا ده أي إسكو بدشوا وهو ده وين أرقني وعند كسر قاضني رجاء يا ده وين أرقني وعند كسر قاضني سقى هذا ألف تسيد هذا إسكو سيها تو ألف من سيها تو بالكبر سيد قريسا واسدة رعاء رعاء وحيان سامن يرعى ألف تسمى بدل إسكو إذا نقولي جد واحد قريتون تها على صورة الألف المقصورة على صورة الياء
من غير النقطتين قاب كاسة قري دونتا مركا هالكا يأدا سد لبقى عدا كاقا صباحة هدي يأدي ألفت يسكو بدشي على سورة الياء بدو قري هدي ألفت يسيدي يسكسي هاتنا على سورة الياء بدو قري دونتا هالكا نمحن نقاقا بحني فعل كقيبتي سا سد حرف لها هدو فعلكو كبدن يهي سد حرف حان سمينينا فعل كي وحو كبطي نوع الكلمة وفعل لكن أكثر من ثلاثة أحرف صد حرف كبطي سيقع عدي سوى فضطي هل شيء بالله مريا تكتب الألف على صورة الياء دائما هدو فعل كي كبطي صد حرف وأفر حرف يوحي الله مده ولقي ساسا لقري واسدة تسالانو كلي أدى أدى مقالك وصد حرف لكن حرفك دالك شدن أي على بحرف ولقي بحلو قري سدا أدى أدى يؤدي أدى يؤدي وهي هي تمنى تمنى سوون واف شن حرف له أو حرفك نونك أي على ملابن يخشى باك ميدا وكا استدعى باك ميدا مر هذه وبكبدني هاي صد حرف وعفر حرف شن حرف لحرف ولقي سجن بحلو قرد إن شاء الله تعالى على سورة الياء قطب كوجد بايا دون نوع الكلمة دي هي حرف نوع الكلمة وحرف نوع الكلمة دي مركو حرف نقول قاب كيلو قريا وعقولي استجد ترى لم يجيو تكتب الألف قائمة في آخر كل الحروف ضمان حروف تؤدن ألف تدوح على قرية ألف تتاجن ما عدا أربعة حروف وحك صهري أفر حرف حك صهري معناها أفر حرف مو يعني حروف تكلودن وحلو قرية ألف تدا ألف تاجن أفر تا حرف وحلو قرية على صورة الياء وحن ندي إلى على حتى بلا فتكتب الألف على صورة الياء من غير نقطتين أفر تا حرف يلقى كاغا مغضى وإلى ذا يا على يا حتى يا بلا أفرتا حرف ولي قد وحلو قري أمانوني على سورة الياء وحي أفرتا حرف كصوهري حروفة وحلو قري أيها ألفت ولا ديرين يا صدى لا لا ألا إلا يوحي لمدة سيدا صادق قردون إن شاء الله تعالى لا يريس بدوني أمرك هل كان إنه نوقتر أدبال قاعدين كي أدبرتي أدكو التطبيق سوء التقويم تقويم كاس كلمة دا ساد مركا بل حال يجي وحوري دنا على ذرا لا بكا سقرا الأدى العصا اهتدى كلمة ذهى وحكولي اقرأ وحذق ذا اقرأ الكلمات السابقة كلمة ذان إن صهر مري أخري ثم حدد واحد حدد نوع كل كلمة منها كلمة نوع ذا هل هي اسم أو فعل أو حرف نوع الكلمة مركو كلي عديه حدد مركو كلي كلمة ذان إما اسم با ما فعل با ما حرف ثم بين عديه ثم بين عديه كيف كتبت الألف في آخرها كلمة آخر كده ألفت قابك الله قري عدي كلمة قابك ألفت أضم يسال الله قري كلمة آخر كده ألفت كم وقتها عدي قابك الله قري مكدنا يأكل هاتين ويأكلوا دنا واحد ولا نوع الكلمة هرتا وفعل مركب نوع الكلمة فعل نقطه تردي سوى صد حرف له دنا ألفت صوتها الله ديري وام حمر كنا راوح ندون المضارع كده تبى تنوح نقدر الحروف المضارع هذا يا بسوق هذا يد يدنو ألف تواحد سكوب بده شو وستدات درادة ألف تقولي يد قائمة يا لقدر يا قاعدة حتى تواحد هدي ألف تسكوب بده شفع المطال على عمرك هذا تما تنوع حرف دائما ساسا لقرية ذرة روا مغع يدنا ساسا لقرية حروف تين تكلم بكاء وكالي حروف تا بكاء مرك هذا مضارع كده تواحد نقول يا تبكي كصوت تبكي تبكي waxa isku bedeshay yaaba isku bedeshay aliftii sida dareedaysa saloqriya inta kala baladiga kaaga tagaya insha Allah ta'ala
inta kale inta soo hadhay waa inaad isku dayda biidillaahi kariim waayahay qaybta ku xigta waa lagu yidhi qaybta ku xigta waa maxay sababta loo qoray kelmadda aakhirkeeda alifta noocana sababta loogu qoray waa maxay i aakhir alkalimaati taaliya maxayaa looga dhigay sida ilaa nawa arruxa salla marda muntada kelmadahaasaad sheegi doontaa sababta loogu qoray alifta tan waa xaraf liannaha xarfun walxarf daa'ima tuktaba alf lmaqsuura kana nawa waa ficil saddex xaraf la ah nawa markaad mudaari ka dhigto waxay noqon doontaa aliftaasi yaabay isku bedeli doontaa oo wuxuu noqon doonaa yan wii sidaa daraaddeed saasaa loogu qori doonaa inta soo hadhayna adiga lagaga tegaya insha allahu tacaala qaybtan waxaa lagu yidhi waxaad keentaa waxaan soo socda agtaada ka keen ism keen ficil keen xarafna keen kuwaasoo tuktaba lagu qoray buu yidhi alalif alifta qaa'imatun fii aakhiri kulli kalimati minha mid kasta alifteeda had ahaata alif taagan oo qaa'ima magac markaad keento aliftaas ha noqota bui alif taagan ficil markaad keento aliftiisu ha taagnaato xarafna aliftiisu ha taagnaato haddaynu ism soo qaadanno ism haddaynu soo qaadanno waxaad ka dhigtaa ism safa waad ka dhigi kartaa casa waad ka dhigi kartaa haddaad ficil keen lagu dhahana waad ka dhigi kartaa nama iyo wixii lamid a waad ka dhigi kartaa calaa xarafa moodin calaada noocaasa xarafka adagu keen xarafkaasaa lagaga tegay markaas waaya casharka qaybta ku xigta اقرا الامثله الاتيه تصاليا عشان اخري قراءه صحيحه قراءه صح ثم حدد فيها الكلمات التي ختمت بالالف المقصوره بالف مقصوره واحد مره حدد كلمتها لو ختمي الفت مقصوره ده وبين كيف كتبت الالف في كل كلمه منها مع ذكر السبب كلمه قاب كلو قرن عده ادي هو شيغي سببتها مره كلمه su-aasha koowaad naja alfata min algaraqi waa naja iyo alfata waxaa lagaa doonaya ta saddexaad farixa alfata fata baa inagu soo noqday ta saddexaad waxaa lagaa doonayaa iyadu kuma jirto ta afraad waxaa lagaa doonayaa ilaa ayaa ku jirta xadiidkan waa inaad isagana akhrido oo wixii qawaacidu inlaahi alifta a kasoo saarto wuxuu ku yihi can abi hurairata radi allahu canhu qaala ataa rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rajul oo imika rasuula waa mafcuulkii waa ciddii loo yimid ataa waxaa u yimid rajulun baa u yimid rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayuu nin u yimid faqaala wuxuu yihi ninkii yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ayu sadaqatin acdamu sadaqad lala baxotee baa ugu weyn faqaala nebigu wuxuu yidhi an tasadaqa waa inaad sadaqadaysato wa anta saxiixun adoo caafimaad qaba saxiixun oo laxo jecle kugu jirto yara laxo jeclayna waxnaad bixinayso shuxiga asal ahaan kelmadda carabi waxaa la dhaha qofka bakhiilka ee wax ka bakhiila marka adigoo yara bakhaylaya oo xoolihii jeclaysanaya oo taksha alfaqra faqri ka baqanaya wa ta'mulu rajaynaya marka alghinaa qaninimo walaa tumhil ha u kaadin buu ihi xataa idaa balaqat alxulquum ilaa ay nafta xawlulmidriga soo gaadho ha suginoote sadaqada ha la sugin dabeetana markay naftu kaasi baxaysa tiraa lifulaanin kadaa hebel intaa siiya walifulaanin kadaa waqad kaana lifulaan dadkii ku dhexlayay baad ayaa tidhi sadaqa siiya isagoo marka horeba iska qaadan lahaa markaa sadaqata ugu fadliga badan qofku waa marka uu caafimaadka qabo faqrina ka baqanayo qaninimana rajaynayo inaanu qofku u kaadin intay geeridu u imanayso ayaa xadiidkaa laga qaadanayaa xadiidkaa su-aalaha idinkaa ka soo shaqayn doona biidni illahi alkariim marka idinku soo gebagabina casharkeenna xadiidka akhri kadibna su-aalaha ka jawaab baa lagu yihi su-aasha koowaad shaak sifada ugu weyn sadaqo lala baxo su-aasha labaad waa maxay ujeedada uu ka leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam xataa idaa balaqat alxulquum qulta lifulaanin kada wa kada alaa waqad kaana lifulaanin isagoo fulaan iska leeyahay waxaanaad siinayso
هاتي من الحديث النبوي جملة اسمية جملة اسمية كصوصار وقواعدك وجملة فعلية جملة فعلية كصوصار سؤال شو قد ما يستخرج من الحديث ما يأتي حديث كواحد كصوصار تواحد صوصار كو سدح كلمة دوت أولاقوك قبل قبل ألف تقابن على سورة تليا لقرين أما يسد حرف أولاقوك قبل قبل ألف تودة ألف مقصورة ألف تو آيات هاي ألف القائمة سد حرف سؤال شو قد ما يسوي كل واحد كقرطة بو قاعد كقرط دونتا إن شاء الله تعالى لبيت جملة دوت آيات كقرط دونتا وحيات كصوصار تي بو قاعد كصوصار تي آيات كقرط دونتا een buugaagad ku qori doonta maadaama aad class joogin insha Allah ta'ala intaanu 10 kan 10 ka ku xiga isku mana 10 ka maanta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa halka biidnaa al-kariim waxaan idin rajaynayaa khayriye barwaaqiye bashbash waxa la galay 10 kii dambe ee uga fadliga badnaa aynu ka faa'iideysano waa 10 uu ku jiro habeen ka khayr badan kun bilood oo lagu qiyaasay 38 sano iyo 4 bilood qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyaa waa qof khayr badan la waafajiyay habeenkaasi waa habeen ajiiba طبعاً كتبنا أيو كده حجرا إنه كده دالو سينوهي لله إن شاء الله تعالى وحلقوا بحنا يوا عباده يذكر يا قرآن أخلص يا الصلاة يا على باري يا وحي لمدة حلقوا ما بحنا يلهو يسوي كده كلا يا فيلم دعوشو يا لدو عيار يا وحي لمدة تطبعاً بس أنا كسوي كده بينكي لكن صلاة الصبح تكتوي كخير بدن تاي صلاة كلام ما ننتها شيء جد وصدق كلا وهبين إلهي سبحانه وتعالى خير كده وفر بدي إذا وافتشي إلهي سبحانه وتعالى هنقدر نقول انتن درسي انترسل لما داسكو بمن وحدك كتغي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.